جود مورنينج يا برايمري، معاكم شيماء فرج ديسكفر تيتشر في ليدرز ورياض لانجويج سكول. هنبدا النهارده ب ليسون 4 الشابتر الاخير. اوبن يور بوك بيج 208. بيقول لي هنا الكودينج كات اند كلوز دايركشن كاردز تو تيل كود فور ذا دوج تو فولو تو جيت تو ذا دوج هاوس. انا في ليسون 4 هو كله عباره عن اكتيفيتي، الليسون كله عباره عن اكتيفيتي، عايز يوصل لي ان انا اعمل كودنج للدوج دوت عشان اوصله لايه، للهاوس بتاعه. طبعا احنا عارفين الجيم دوت او لعبناها كتير قبل كده. الفكره هنا ان انا عايزه اوصله للهاوس واتصدى الايه، العراقيل او العقبات اللي قدامي. تمام، طب انا هعملها ازاي؟ نقلب كده ونجيب بيج 211. انا عندي الكودز او الايه اللي هي يعني الحاجات اللي انا هقص منها او هقطع منها واحطها فين، في التشارت التاني. مثلا انا الدوج عشان يوصل للهاوس بتاعه مثلا هيمشي 10 ستيبس، 10 خطوات، فانا هعمل هنا هقص 10 ستيبس واعملها في السكويرز اللي المفروض الدوج يمشي فيها لحد ما يوصل للهاوس بتاعه. تمام، فخلينا متفقين ان هو ليسون 4 هو عبارة عن اكتيفيتي ان انا بعمل كودنج للدوج ان هو يوصل للهاوس بتاعه. اوكي، turn the page. Lesson 5 page 214 بيقول لي secret light message. Complete the statements to communicate a secret message using light. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي قبل كده اتكلمنا عن ال ways of communication، وقلنا ان انا عندي many ways of communication زي الفون، الفون كول، ايه الفيديو كول، عندي الميل، الايميل، المسجز and so on. طيب انا دلوقتي ينفع استخدم اللايت as a coding او as a code للمسجز او الكوميونيكيشن؟ طبعا، يعني انا مثلا هقول لكم يا برايمري انا معايا فلاش في الكلاس، قلت لكم انا لما اعمل اشغل الفلاش دوت وان تايم هتعملوا ستاند اب، هتقفوا. شغلته تو تايم سيت داون، هتقعدوا. ثري تايمز مثلا ستوب توكينج، وهكذا. تمام، طيب انا ينفع استخدم اللايت as a message او as a tool or a way for communication؟ yes، ليه لا؟ فهنا بيقول لي، قلت لكم مثلا turn light off and on once time means stand up. يعني انا لما اقفل الفلاش بتاعي وافتحه مره واحده يبقى ده كده معناه stand up، واحنا كلنا هنكون فاهمين الكود دوت او فاهمين الايه الحوار دوت يعني او المعلومه دي. تمام، تاني حاجه مثلا قلت لكم turn light off انا هقفله and on twice time means sit down، يعني انا لما اشغله one time ده معناها stand up، شغلته twice مرتين يبقى ده معناه ايه، ان احنا نعمل sit down. يبقى انا كده استخدمت اللايت في الكوميونيكيشن ولا لا؟ طبعا استفدت بيه. اوكي، turn the page. بيقول لي هنا light scavenger hunt. Test how objects around the room interact with the light. Record your results. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي يا شباب المفروض اعرف قبل اي حاجة ان انا عندي 3 types of objects، 3 انواع للobjects بالنسبة لللايت. عندي object بتعمل transfer لللايت through it، يعني بتخلي اللايت يمر من خلالها، يعني object شفافة transparent كده. تمام، زي ايه؟ زي الووتر، مع الووتر دوت ايه ترانسبيرنت، شفاف، بيخلي اللايت يمر من خلاله. مثلا زي الايه، زي الاير، الهواء برضه بيخلي الووتر ايه، سوري، بيخلي اللايت يمر من خلاله. تمام، يبقى انا عندي اوبجكتس الو لايت تو باث ثرو ات، يعني بتخلي الضوء يمر من خلالها اللي هي الترانسبيرنت الشفافه. وعندي نوع اوبجكت ثانيه اللي هي الاوبيك اللي احنا قلناها الترم اللي فات في الشادو، الاوبيك بودي اللي هو الايه، الجسم اللي اللايت ما بيعرفش ايه يمر من خلاله، صح؟ فقلنا الاوبيك بودي اللي هي بتعمل بلوك ذا لايت، بلوك ذا لايت يعني بتمنع الايه اللايت ان هو يعمل باثينج ثرو ات، يخلوش يمر من خلاله. عندي برضو نوع اوبجكت ثالث واللي هو بيعمل ايه، ريفلكت ذا لايت. يعني ايه؟ عارفين طبعا الميرورز، المرايه، الميرورز دي انا بشوف نفسي فيها. طب انا بشوف نفسي فيها ازاي؟ قال لي الميرور دي عبارة عن reflective surface. reflective surface يعني سطح عاكس. عمل ايه الreflective surface ده؟ اول ما اللايت نزل عليه
عمل ريفليكشن لإيه؟ ليا، صح؟ يبقى أنا دلوقتي عندي 3 type of surface: opaque surface و transparent surface و reflective surface. تمام؟ طيب هنفهم دوت أكتر دلوقتي. هنا بيقول لي two objects that allow light to pass through are، يعني أنا دلوقتي المفروض أعمل examination دي الأوبجكتس اللي حواليا وأشوف مين فيهم اللي هيخلي اللايت يمر من خلاله ومين اللي هيعمل blocking لللايت دوت. مثلا أنا هنا بيقول لي two objects that allow light to pass through it، يعني ايه الأوبجكتس اللي هتخلي اللايت يمر من خلالها؟ أنا مثلا جبت كوباية أو إزازة شفافة، لقيت ان انا شفت مثلا الحاجة اللي وراها، حاططها قدام عيني كده، لقيت نفسي شفت الحاجة اللي موجودة وراها، فعرفت ان الجلاس دوت ماله transparent او allow light to pass through it، يعني بيسمح لللايت ان هو يمر من خلاله، فاللايت مر من خلاله وخلاني اشوف الحاجة اللي وراه. طيب بعد كده الووتر، انا دلوقتي جبت ايه مثلا ووتر، ولقيت ان انا شفت الحاجة مثلا cup of water وحطيت فيها رابر مثلا، لقيت نفسي شفت الرابر اللي موجودة جوه الجلاس، فمعنى كده ان الايه ان الووتر دوت ترانسبيرنت، شفاف، خلى اللايت يمر من خلاله وخلاني اشوف الحاجة اللي جواه. تمام؟ فانا هنا اول حاجة two objects that allow light to pass through it هي الايه الجلاس والووتر، هما اللي خلوني اشوف الحاجة اللي وراهم او اشوف الحاجة اللي جواهم، لان هما ايه ترانسبيرنت، شفافين، خلوا اللايت يمر فين جواهم. طيب تاني حاجة بيقول لي two objects that block light، عايزين مثالين ال objects that block light اللي هي بتعمل blocking لللايت، ما بتخليش اللايت يمر من خلالها، زي مثلا our body. our body جسمنا، هو احنا دلوقتي لما مثلا نشغل كشاف ونقف وراه، هل اللايت هيمر من خلالي؟ لا طبعا، ده انا هقف قدامه كده وهكون شادو ورايا، صح؟ زي ما قلنا الترم الاول. طيب انا لو جيت عملت examination المكان اللي انا فيه او في الكلاس مثلا، هلاقي ان objects اللي عملت blocking light الدور مثلا، الباب، هو انا مثلا الدور دوت لما احط فلاش قدامه هيبان من الناحية التانية؟ لا، لان الدور عمل blocking light. البوكس، الكتب، يعني انا ممكن اجيب مثلا فلاش الموبايل واحطه على كتاب، هل هشوف اللايت دوت الناحية التانية؟ لا طبعا، يبقى كده البوك دوت عمل blocking light وما خلاهوش يمر الناحية التانية، وعلى النقيض اتكون لي بقى الشادو في الناحية التانية. طيب تالت نوع او the third type of objects اللي هو بيعمل reflection the light اللي هو الميرورز. الميرورز دي يا شباب اللي احنا بنشوف نفسنا فيها، يبقى احنا كده بنشوف نفسنا في الميرورز دي by reflection. by ايه؟ reflection. طيب خليني اقول لكم ان انا دلوقتي ليه بشوف نفسي في الميرور وما بشوفش نفسي مثلا في كتاب، يعني انا مثلا حاطط ميرور قدامي وكتاب قدامي، ليه شفت نفسي في الميرور وما شفتش نفسي في الكتاب؟ تمام، دوت هنفهمه اكتر البيج اللي جايه، بس هنقوله دلوقتي. اول حاجه الميرور دوت هو عباره عن ريفلكتيف سيرفيس، سموث ريفلكتيف سيرفيس. تمام، يعني ايه ريفلكتيف سيرفيس؟ يعني انا دلوقتي اللايت اللي موجود في الاوضه، طبعا عشان اشوف اصلا نفسي في المرايه لازم يكون في لايت في الاوضه، يبقى عشان اشوف اي حاجه شرط ان يبقى موجود في ايه لايت طبعا. طيب يبقى اول حاجه انا موجود عندي لايت، اللايت دوت نزل على الاوبجكت اللي هو ايه جسمي، وراح عمل ريفلكت على الميرور وانعكس ايه على المرايه، فخلاني اشوف ايه نفسي بنفس الصوره بتاعتي. يبقى انا كده اللايت بينزل على الاوبجكت وبيعمل ريفلكت، سوري، اللايت بينزل على الميرور وبيعمل ايه ريفلكت على الاوبجكت، يبقى اللايت بينزل على الميرور وبيعمل ريفلكت على الايه على الاوبجكت. تمام، يعني انا دلوقتي لو عندي ميرور اللايت هينزل عليها وهيعمل ريفلكشن عليا، تمام، فهيخليني اشوف صورتي. يبقى انا كده الريفلكتيف سيرفيس اللي هو ايه اللي انا بشوف نفسي من خلاله. تمام، طيب زي ايه؟ زي الميرورز او الالومنيوم فايل، الميرور والالومنيوم ايه فايل، ورق الالومنيوم طبعا، هو يعني عامل زي، هو مش بيوريني صورتي بنفس الشكل، بس هو بيكون برضو يعني بيبين الشادو بتاعي او بيبين لي. تمام، فقلت عليه ان هو ريفلكتيف سيرفيس، يبقى الريفلكتيف اوبجكت اللي هي ايه بتعمل ايه، داخل بشوف نفسي من خلالها او بتعمل ريفلكت لللايت وبتخليني اشوف صورتي. طيب بلوكد مينز، يعني ايه بلوكد؟ بلوكد اللي هي الحاجات الاوبيك اللي هي بتعمل blocking لللايت، صح؟
طيب يعني ايه كلمة بلوك ده اساسا؟ انا قلت له ان هي don't allow light to pass through it، يعني ان هي ما بتسمحش المواد اللي ما بتسمحش لللايت ان هو يمر من خلالها، يبقى هي عدم السماح don't allow light to pass through objects، ان هو اللايت ما يمرش من خلال الايه الاوبجكتس المختلفة، يبقى ده معنى كلمة blocked. طيب reflect معناها ايه؟ reflect معناها return back of light when it falls on reflective surface. يعني ايه؟ احنا قلنا انا عندي ميرور اللايت هينزل عليها بعد كده هيرجع تاني صح، يبقى turn back رجوع او عودة، عودة ايه بقى؟ اللايت عودة الضوء لما بيقابل الايه الريفلكتيف سيرفيس اللي هو الميرور. تمام، يبقى دلوقتي اللايت هينزل على الميرور وهينعكس عليا صح، يبقى انا هو بعمل ايه رجع تاني عمل turning back. تمام، يبقى turning back of light ده حصل امتى رجع امتى؟ اول ما قابل الميرور، اول ما قابل الريفلكتيف سيرفيس. يبقى كلمة reflect هي return back of light when it falls on reflective surface. يبقى البيج دي انا عايزة افهم منها ثلاث حاجات، اللي هي ان انا عندي 3 types of object transparent و opaque و reflective. turn the page. طيب بيقول لي هنا how light travels، use a pencil to draw arrows showing where you predict the light will travel from each flashlight shown on the page. يعني ايه؟ طبعا البيج دي حضرتك هتعمل ايه؟ هنا بيقول لي اتجاه اللايت اللي طالع من كل فلاش، يعني مثلا احنا عندنا دلوقتي 4 فلاش، 4 كشافات او 4 ايه sources of light. تمام، طيب هنا بيقول لي ارسم بقى اللايت بيمز كده اللي هي اشعه الضوء اللي تتوقع ان هي تطلع من كل ايه من كل فلاش. فاحنا ممكن نعملها بالبنسل، مثلا اللي هو الفلاش اللي باصص لفوق يبقى اللايت هيكون لفوق، الفلاش اللي باصص لتحت يبقى اللايت لتحت، الفلاش اللي جاي بجانب هيكون بالجانب دوت وهكذا. طيب عايز يقول لي ايه في البيج دي؟ ايه اللي بالبيج؟ وهوصل لك المعلومه حالا. بيج 217 اوكي، هنا بيقول لي exploring reflection draw a diagram of what you investigate and write a sentence that explains what you discovered. طيب نيجي مع بعض، بيقول لي نعمل flashing للايت pointed directly at a mirror. انا جبت فلاش لايت وجبت ميرور وحطيت الفلاش لايت دوت قدام الورر الميرور directly، يعني قدامها بالظبط، يعني اللايت يخرج من الايه من الكشاف او من الفلاش دوت يكون ايه في وش الميرور على طول مقابل ليها. تمام، وفي الناحية التانية بيقول لي هات لي ميرور at an angle to the flash، يعني هات لي ميرور بزاوية او مش مستقيمة زي التانية كده، لا احنا ميلناها شوية جبناها بميل قدام فلاش. لاحظت ايه؟ قال لي اول حاجة ال flash light pointed directly to at a mirror هيحصل فيه ايه؟ قال لي اللايت هنا will be reflected in same direction. يعني ايه؟ يعني في الميرور لما كانت محطوطة دايركتلي قدام اللايت فلاش عملت ايه؟ اللايت خرج من الفلاش ومشي في خط مستقيم، مشي في نفس الاتجاه بتاعه ما انحرفش، يبقى مشي في اتجاه واحد راح للميرور ورجع ايه في نفس الدايركشن. تمام، انما لما كانت الميرور with an angle to the flashlight، لما كانت الميرور بانجل بزاوية ايه اللي حصل؟ قلت له ان اللايت will be reflected in a different direction. يعني هنا تخيل كده انك جايب ميرور وعمال تحركها قدام فلاش لايت، هل هنا اللايت هيكون مستقيم؟ يعني شعاع اللايت لما اشوفه في الميرور دي هشوفه زي ما هو، يعني زي ما هو خارج من الفلاش؟ لا طبعا، هشوفه اتفرق لاماكن ايه مختلفة. تمام، يبقى الفكرة هنا ان اللايت reflected in same direction لما كان ايه؟ لما كان مقابل للميرور، انما لما كانت الميرور with an angle، لما كانت بزاوية او لما كانت زاويتها مختلفة، لما انا يعني قعدت احرك الميرور دي لقيت ان اللايت اتفرق في ايه؟ في اتجاهات مختلفة. تمام، اللي انا عايز اعرفه من هنا ان اللايت beam travels in straight line. يعني ايه؟ يعني اللايت او اللايت بيمز اللي هي اشعة الضوء travel in straight line، بتمشي في خط مستقيم. ازاي؟ الدليل على كده يا شباب الاكسبيرمنت اللي هنشوفه في البيج الجاية، وهقول لكم حاجة كمان دلوقتي،
ان انا دلوقتي لما اقف قدام اللايت، انا مشغله فلاش ووقفت قدامه، هل اللايت بتاع الكشاف او بتاع الفلاش دوت هيلف من ورايا ويروح للمكان اللي ورايا؟ لا طبعا، ده مجرد ان انا جسم اوبيك وقف قدامه خلاني عملت له بلوكينج وكونت ورايا شادو، صح؟ زي ما احنا شرحنا الترم الاول. يبقى انا هنا الاوبيك بودز دي اللي وقفت قدام اللايت اثبتت لي ان اللايت ترافل ان ستريت لاين، هو بيمشي في ستريت لاين. هل هو ممكن يعمل كيرفين كده او يعمل كيرف ويلف من ورايا؟ لا طبعا. ليه؟ لان هو ترافل ان ستريت لاين، مش في خط مستقيم، قابلني في وشه، لقاني في وشه، فانا اوبيك بودي هيعدي من خلالي؟ لا طبعا، انا هقف قدامه فمش هيخليه ايه يمر من خلالي. طب هو هيلف هيعمل كده بروتة مثلا او هيروح ورايا؟ لا طبعا. تمام، يبقى هو انا كده عملت له بلوكينج، ده دليل ان هو ترافل ان ستريت لاين. تمام، وبالتالي كونت ايه الشادو ورايا، يبقى I learned the light beam travels in straight line. تمام، turn the page. نكمل يا برايمري. page 218 بيقول لي how light travels. observe the diagram below. what evidence do you see that light travel in a straight line؟ يعني ايه؟ يعني انا هنا في الاكتيفيتي دوت بيثبت لي ان اللايت بيم ترافل ان ستريت لاين ازاي. انا هنا لما جبت 3 سي ديز جبت 3 سي ديهات، طبعا السي دي بيكون في هول من جوه او في الميدل بتاعها بيكون في هول. تمام، فبيقول لي هنا ان انا لما جبت 3 سي ديز وثبتهم بحيث ان ال 3 يكونوا in one direction اتجاههم واحد، وجبت كاندل شغلتها او ولعتها حطيتها في ناحية وبصيت عليها من الناحية التانية، لقيت ان اللايت بيم بتاع الكاندل انا شفته بعيني. تمام، انما لما جيت حركت السي دي اللي موجود في المدل في المنتصف فيهم، اللي حصل لقيت ان انا معرفتش اشوف الايه اللايت بيم بتاع الكاندل. يبقى انا هنا الهول بتاعتهم لما كانت واحده، يعني الهول بتاعت ال 3 سي ديز لما كانت ان وان دايركشن خلت اللايت يمر من خلالها ويوصل لعيني، صح؟ انما لما غيرت الدايركشن بتاعت ال سي ديز او غيرت البلايسز بتاعهم، غيرت مكانهم، اللايت بيم بتاع الكاندل ما وصلش لعيني طبعا، يعني مثلا اللي هو الميدل سي دي طبعا الهول مش ايه مش منتظم معاهم. فبالتالي انا لما اجي ابص لقيت الايه ان السي دي نفسها بقت عباره عن بلوك لايت، عملت بلوكينج لللايت او بيج اوبجكت. تمام، يبقى انا هنا اللايت ترافل ان ستريت لاين او الاكتيفيتي دوت بيفهمني ان اللايت ترافل ان ستريت لاين. يبقى من الليسون دوت وهو ليسون مهم جدا عرفني اللي هي التايبس اوف اوبجكت، اللي هي انا عندي ريفلكتيف اوبجكت وأوبيك أوبجكت وترانسبيرنت أوبجكت. ترانسبيرنت أوبجكت اللي هي allow light to transfer through it، أوبيك أوبجكت اللي هي بتعمل blocking لللايت اللي هي don't allow light to transfer through it، إنما sorry الريفلكتيف أوبجكت اللي هي like الميرور والألمونيوم فويل اللي هي بتعمل reflect لللايت، يعني إيه؟ يعني بتعمل bouncing أو returning back of light when it meet a sorry الريفلكتيف surface، يعني بتعمل returning back of light when it meet reflective surface. قلنا ساعتها ان الميرور هتعمل ايه لما اللايت هينزل عليها؟ هتعمل له reflection، يعني هترجعه تاني وهيعمل reflection لايه للجسم دوت وهيخليني اشوف نفسي في الايه في الميرور دي. تمام، دوت الملخص بتاع او السمري بتاع الايه الليسون دوت، هو ليسون مهم جدا. يا ريت لو في اي حاجة مش واضحة ابعتولي على الخاص، وميرسي جدا لمتابعتكم، و جود باي يا برايمري.